نرجع لوطن ام تي في مشاهدينا حتى نذكركم شو ناطركم الليله على شاشتنا وكمان بالايام الجايه من افضل البرامج اللي انتم بتحبوها. خلينا نبدا مع البرنامج اللي بتنطروه كل سهره احد على شاشتنا بعد الاخبار، اجواء فنيه بامتياز، سيلبرتي دويتس او ديو المشاهير، من خلاله تعرفنا على 13 نجم ونجمه بيجمعهم هدف واحد، جمع اكبر عدد من الجوائز او الاموال الماديه حتى يقدموها كهديه منهم لاحدى الجمعيات الخيريه اللي هن بيختاروها، وعلى طريق اكيد عم بفجروا مواهبهم الفنيه وتحديدا اصواتهم، البعض منها كثير عم نحبها والبعض منها يمكن براينا ما بتستاهل انها تكمل، ولكن نرجع نتذكر انه هدفهم اكيد نبيل. بالاسابيع الاولى ودعنا الممثله جوي كرم، والاسبوع الماضي كمان ودعنا مقدم البرامج ميشيل ازي، وعلى الطريق اكيد سمعنا ديويتس جمعت بين المحترفين وكمان المشتركين، وهلا رح نتوقف مع لقاء بين اثنين من المشتركين، الفنانة دينا حايك والممثلة رولا شامية. شكرا. الفنانة دينا حايك والممثلة رولا شامية بها ديو، وبالفعل رولا عم تثبت من خلال مشاركتها بها البرنامج انها متعددة المواهب، وبنتمنى لها كل التوفيق. خلينا ننتقل هلا لمحبي الدراما التركية اللي عم بيتابعوا معنا احداث العشق الاسود، التطورات كثيرة عم بتصير بالحلقات الماضية، ابرزها مادلين بتخبر عمر انه ألين صارت بالسجن، بهالوقت سامي بيتكلم مع المدعي العام على امل انه يقدر يغير هالواقع. عمر بيكتب رسالة لإلين، ولكن رسالة أخرى بتوصل على السجن لعند إلين وهي رسالة اعتراف، وبهالوقت ياسر بشك بحسين وبيبلش يلاحقه. خلينا نشوف سوا هاللمحة من الحلقة الماضية من العشق الأسود. لك ابني وين مختفي من الصباح؟ كنت مع مادلين عم نراجع ملفات القضية. طمني إن شاء الله في نتيجة؟ لا معلم، الجماعة بيعرفوا يشتغلوا وما عم يتركوا ولا دليل. والتاني ضل ناطر على باب المدعي العام لوش الصبح. لك والله جاي على بالي اتقاعد وريح راسي وافتح لي شي دكانة صغيرة وحط طاولتي قدام الباب وعيش بقية حياتي مرتاح. على القليلة بضل بعيد ما بتضايق هيك. طول بالك معلمي، عمر قد هالحمل وبس يلاقي دليل صغير رح يحل القضية. لك أنا ما عم بحكي عن القضية والبطيخ مبسمر، الدكتور أكد علي ارتاح هاي الفترة، إيده وضعه كتير خطر صدقني. مين هالمخبر برأيك معلم؟
أما الليلة مشاهدينا بالعشق الأسود أحداث كتير بانتظاركم كمان بالوقت اللي طاهر ومتين عم بيتصيدوا سمك أحداث كتير عم تمرق من وراء ظهرهم. عمر عم بفتش بغرفة المدعي العام لأنه قرر أنه يلاحقه ويطاردوا. إلين بالسجن بيرسلوا لها سعاد حتى تفرض عليها أو تقنع أنه تمضي الورقة وبتقلها أنه هذا الحل الوحيد اللي بتقدر تحمي عائلتها فيه. خلينا نشوف هاللمحة عن شو ناطرنا الليلة بالعشق الأسود.